مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدين برنامجنا في كل مكان، وحلقة جديدة من ريهام على النار. موضوع النهاردة أكل في أكل، هنتكلم في كل حاجة، بس الأول عايز أرحب بضيفنا النجم الكوميدي هاني رمزي. عامل إيه؟ الحمد لله تمام، شكرا. قلبي يقعد هنا. شنب جديد ولا إيه؟ آه. عشان دور؟ عملته ردي؟ لا لسه. لسه هتعمله؟ لسه بصور فيه. طب ايه احكي لي عن الشنب الاول. هو انا اصلي قبل كده كنت بركب شنبات في الادوار. يمكن شفت مثلا محامي خلع وحاجات كده، وزمان برضو ايام ما كنت بعمل مسلسلات يبقى فيها حاجات تاريخيه مثلا، فاقوم لازق شنب بالكله، فجت فتره ادمنت الكله. ف بقيت من كتر ما شميتها حسيت ان انا مش قادر استغنى عنها، فخفت بقى المره دي، قلت لا انا هربيه وبلاش كله، وبعدين بلتهب والكله بتلهب وكده. ف بس ربيت شنبي. بس دلوقتي برضو الناس بقت بتدخل افلام مواضيع قوي برضو حباها. ما انا ملاحظ يعني، انا ما ده اللي مديني شويه امل ان يوم ما هغير احتمال يعني، فاهمه يعني؟ ملاحظ ان في موجه الافلام العنف والاثاره والاكشن والحاجات اللي هي بس هو بقى في يعني بقى في تنوع شويه، يعني في افلام كوميدي، في افلام اكشن، وفي افلام مواضيع قوي دلوقتي. ما انا اعتقد ان يعني المتفرج ممكن يتفرج على كله يعني. انا عن نفسي بيجي لحظه مش معقوله كله هيبقى كوميدي، مش معقوله كله هيبقى اكشن يعني، ما لازم في لحظه اغير. عايز اشوف فيلم رومانسي حلو، عايز اشوف يعني فيلم اجتماعي، ما يبقاش يعني من حقنا ان احنا نشوف الوان كتير يعني كمتفرجين يعني. بس بالنسبه لي انا يعني خايف افاجئ الناس بحاجه انا ما جربتهاش بالظبط. يعني ادعي لنا. ان شاء الله. هنكمل كلامنا، بس عايزين نرحب بضيفتنا، نرحب بالفنانه دره. هاي ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ منوره. هاي انتوا منورين والله. سمعت انك بتعرفي تطبخي. هو انا بعرف اكل اكتر يعني بصراحه، يعني بعرف اطبخ بس بحب الاكل، بحب يعني سواء في البيت او بره او مطاعم او اكلات مثلا حاجات غريبه جديده معرفهاش، ما دقتهاش قبل كده، يعني بحب ده قوي. احنا النهارده المفروض بنتكلم عن الاكل المصري، الملوخيه والحاجات دي، فمفروض كنا نعمل حاجه منهم، بس بناء على طلبك ان انت قلتي ان في طريقه سمك هي كومن ما بين مصر وتونس. صح صح صح. بتعرفي تطبخيها؟ يعني انا في الاول عايزه اقول لك انا كنت فاكره ان هي طريقه تونسيه. بعد كده عرفت من اصحابي هنا في مصر ان بتتعمل كمان بالطريقه دي تقريبا يعني كمان في مصر، فقلت حلوه قوي يعني كده هنجمع بقى تونس ومصر في الاكله دي يعني. طب يعني نرجع لموضوعنا، بما اننا في المطبخ، انت ليك اي علاقه بالمطبخ غير الاكل؟ انا عايزه اقول يعني انت تونسيات يعني توانسه كويسين، التونسيات شطار شطار في كل حاجة يعني بصراحة، يعني مش حكاية أكل وبس يعني. بس ربنا يخليك. لا أنا لاحظت الحكاية ديت يعني، أنا رحت تونس كذا مرة فعلا شطار يعني، لما حتى في شغلهم أما بيحطوا حاجة في دماغهم بيعملوها. ما شاء الله عليهم يعني، لازم نتعلم منهم شوية في الحتة دي. وجمال. لا 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 مهتمين كمان بنفسهم أو بجمالهم بشكلهم بقوامهم. مش بعاكس ولا حاجة. لا أنت بتعاكس. هو واضح إنك بتعاكس بصراحة. يعني مش بعاكس ولا حاجة. ليك بقى علاقة بالمطبخ؟ بتعرف تطبخ؟ لا طبيخ طبيخ. بصي أنا لو اتعلمت حاجة أعملها. يعني الصراحة يعني. فاتعلمت حاجات بقيت أعملها حلوة أوي. زي إيه؟ السلطة. والأوملات. لا لا بس لا مش أي سلطة برضو يعني، في شوية سلطات كده اتعلمتها بقت حكايه يعني. طب ايه سلطه تاني رمزي بقى؟ بصي السلطه بتاعتي بيبقى فيها فلفل، بيبقى فيها تفاح. تفاح. واناناس وعين جمل وممكن فراخ يعني تخليها سلايسز كده، او ممكن مثلا لانشون لو مفيش فراخ يعني، يعني تبقى حاجة كده وبيتخلطوا ببعض، وممكن تحط شوية مسترد عليهم ودوقي بقى يعني. يعني ما بين الحلو والحادق. أنا بحبها جدا يعني، حبيتها بدأت أعملها. ممكن تشيلي بقى الحكاية ديت وتحطي كابوريا، عارفة الكابوريا اللي هي الشرايح ديت مطبوخة هي كده، بتبقى
تتباع يعني، بتنسليها كده وتعمليها وتدويها. طب السلطات دي من اختراعك ولا انت دقتها عند حد وعرفت الطريقه مثلا؟ لا دقتها عند حد، اختراعي يعني. مش اختراع. لا مش. طب انت يعني في بيتك ممكن مثلا تقول لمراتك خليكي النهارده بتعمل اي حاجه كده ولا مش الدرجه دي؟ لا مش مش للجردات. يعني بالعكس، انا مراتي بجد مش مخلاني اعمل حاجه يعني، ما عودتني على مدلعاك. لا ادخل البيت ابقى كسول يعني، عارفه ما اعملش ما ارفعش اي حاجه من مكانها كده، هي عودتني. وانت ما صدقت بقى؟ ما صدقت، لقيت حد يلاقي الدلع وما يدلعش، ريحتني هقول لا. طب ربنا يخليها يا رب. طب هي بقى اول ما اتجوزت كان دايما الرجاله اول ما بتتجوز بتقول لا بس برضو مش زي اكل مامتي، لا حصل لك المشكله دي؟ لا كان عاجبك اكل مراتك من الاول؟ جدا. طب الحمد لله. وهي هي بصراحه يعني مبتكره في حكايه الاكل يعني. طب هي ايه اكتر اكله لما تعملها انت بتبقى فرحان، اكتر اكله بتحبها منها؟ الرز والملوخيه والفراخ. دي الاكل المصري قوي. الملوخيه يعني هي متفوقه فيها بشكل غير طبيعي، ما تعرفيش يعني لو كلها من اي من ايد اي حد تاني ما استوعبهاش. طعمها مختلف بالظبط. هي بقى بتعملها بطريقه غريبه يعني، نفسها كده. لا ما اعرفش تعمل بس، لا بس هي شاطره في انت غاوي اكل مصري قوي؟ يعني بحب الاكل المصري. طب دره اللي هو ايه بس عشان ملوخيه؟ أيوه. محشي حاجات كده. كشري. كل ده اكل مصري؟ لا لا الملوخيه لا. مالكش في المحشي؟ يبقى ماليش في الاكل المصري قوي. انا ليا في الملوخيه. ملوخيه اسماك. كشك. الكشك ده انا بعشقه. طب وكشك الصعيدي؟ انت من الصعيد اصلا؟ كشك مطبوخ اللي عليه تقليه من فوق. ده بصي حطي حله قدامي وسيبيني. وسيبيني سيبيني انام بعديها يعني. ما هو بينام على الاخر بصراحه. طب والحمام؟ بحب الحمام. مصري برضه؟ لا بحب الحمام. طب دورة انت خدتي على الاكل المصري ولا كنتي مستغرباه في الاول؟ لا خدت على الاكل المصري، انا بحب الحاجات المختلفه الجديده. كلتي حمام ولا؟ بس الحمام ده لا ده قصتي معاه يعني، اول مره شفته قلت طب قالوا لي كلي حمام. ممكن انا طريقه اكله عايزه يعني، عايز كتالوج معاه يعني. كان قالوا معاه بيتاكل ازاي يا جماعه. فاول مره قعدت اعمل كده والطبق بقى قد كده يعني، رز وحمام ومش عارف اكله، بس طعمه كان حلو قوي. بس انا لاحظت بقى بعد كده ان مش في كل مره بيبقى طعمه حلو قوي، حسب مين اللي بيعمله. وحسب يعني في ساعات بيبقى فظيع، بس طبعا ما ينفعش طول الوقت حمام يعني. طب الملوخيه انت عندكم ملوخيه؟ انا اعرف بس كان يعني محمد رجب في فيلم كلاشينكوف يعني ما بيحب الحمام جدا يعني، كل يوم بياكل حمام، كل يوم بيطلب بريك حمام يعني. فلو ما بيغيرش الواحد لو ما بيغيرش حمام في البريك ينام متهيألي. الفوركاتس لما كانوا هنا كانوا بياكلوا بال 45 حمامه. بس مش باين عليهم خالص. ما القطط بيحبوا الحمام فعلا. كان اوردرهم بيجي 45 حمامه يعني، يقعدوا ياكلوا كده يعني. ده حمام مشوي يمكن؟ مش معقول. مشوي. يعني هم خلصوا حمام مصر. قضوا على حمام مصر الحقيقه. يعني احنا بوظنا لهم الريجيم خالص بقى. لا ما بيتخنوش. يا بختهم. انا ما بحسدهمش ولا حاجه يعني. هم ما شاء الله فعلا ما بيتخنوش يعني. انا اي حاجه تاثر فيا. بس انتوا مش ملاحظه ان انا خاسس؟ لا خس بجد؟ والله خس. ميرسي على ذوقك يعني. بصي لا خاسس. لا لا يعني في في من الخصر مش اسمه ايه؟ عوامه. دي العوامه مش عارف كام باوند وحاجات اللي هي بس هو الاكل المصري حلو بس دسم برضو يعني. طب انتوا عندكم ملوخيه؟ عندنا ملوخيه مختلفه خالص. انا فكرت فيها بس يعني مشكله ان انا لو هعمل ملوخيه هنفضل لغايه بكره يعني، واحنا يعني لان بتاخد وقت فعلا. بس ما بيخرطوهاش. اهي الكلمه دي بقى يعني انا ما فهمتهاش قوي. ايوه يخرطوها اللي هو كده. لا احنا لا انتوا بتاكلوها صحيحه. لا دي بقى الصحيحه دي اللي هي بتاعه الشرق يعني، بتاعه الشام يعني، بتاعه سوريا ولبنان وفلسطين. أيوة مش بتاعتنا احنا. لا بتبقى مطحونه يعني. تماما. وبتتعمل كاسوس يعني. نبقى احنا الايه الان بتوين. بالظبط ان بتوين. انتوا والله بجد يعني الملوخيه يعني يعني الجغرافيا والملوخيه يعني كده مع بعض ماشيين مع بعض فعلا. لان هي بتبقى مطحونه عندنا وبنعملها بقى يعني طريقتها صعبه يعني. يعني لو حد شاطر 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 في الاكل عندنا في الطبخ بيعمل ملوخيه بقى يعني هو ده. فانا احنا يعني الملوخيه عندنا بتتعمل سهله بس النفس بقى بيختلف يعني. هو عامه في الاكل والله حتى لو اومليت حتى لو نسكافيه مش كل الناس بتعمله يعني. نجرب النهارده نفسك.
هنجرب نفس دور الله. بصي انا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا عشان ما تحكموش، الاكله دي انا اول مره اعملها. يعني انا في حاجات تانية بقى نرجع يعني انا بعمل باستا كتير، يعني انا طول الوقت انا ما بعملش غير باستا، لو هطبق لان انا بحب الباستا ممكن اكلها كل يوم، فهي دي مشكله يعني. فقلت هعمل باستا تاني يعني. نجرب حاجه مختلفه، نجرب فيكم، نجرب ايوه فيكم يعني. معلش مع بعض كده، ما فيهاش حاجه ضر يعني. لا ازاي، مش مكرونه وشويه جبنه وحاجات؟ لا بس انواع، لا بقى انواع بقى، لا بالصلصه بقى وكده، وصلصه طماطم، وممكن مثلا بالسي فود، ممكن بال يعني باللحمه، ممكن بالمشروم، بالفراخ، يعني بحاجات كتير. ما دي كل حاجات بتترش يعني، مش بتترش ازاي يعني تعمل باستا وترش عليها كل، لا لا والله في طريقه. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع نشوف السمك على طريقه الدره. رجعنا من الفاصل وهنرحب بشيف احمد اللي هيساعد دره في اكله النهارده. ازيك يا احمد؟ اهلا. ازيك شيف احمد؟ دره تعالي بقى عشان انت اللي هتطبخي. يلا استلمي بقى. يلا مبدئيا قولي لنا كده، السمك؟ اه بنحب السمك قوي. اه طيب كويس، دي حاجه. قولي لنا هتعمليه ازاي. بصي هعمله ازاي، يعني مبدئيا اول حاجه لازم السمك نحط عليه يعني ملح وكمون، ملح وفلفل، وفلفل اسود طبعا. وانت انت حافظ اهو، انت عارف قال ايه. انا بقول لك وتوم طبعا، يعني شويه شويه عليه وتوم. دي الحاجات بقى العاديه، ده قبل اي حاجه يعني. بص هو السمك ده دنيس صح؟ دنيس. هو ممكن بقى باي نوع سمك تاني يعني، مش شرط دنيس، ممكن بوري، ممكن سمك بولتي. ايوه هو ده بولتي كبير مصر. صح؟ يعني بيبقى شبه كده، بيبقى شبه كده من النيل. اه بالظبط. اه من النيل؟ لا ده ما اعرفوش اصلا، افتكرته حاجه تانية. بس احنا عندنا بحر، ما عندناش نيل. واحنا يعني انا شخصيا بحب البحر جدا، البحر مهم قوي في حياتي يعني، وجوده لازم يكون فيه بحر. فعشان كده يعني موضوع السمك هو مفيش بولتي في البحر؟ لا البولتي في النيل. كلمه جد؟ معلومه جديده. انت قعدت انت بتعرفها؟ انا افتكرت انا بس اللي كتير صح؟ ايه عملت ايه وانت في بورسعيد؟ اكيد كنت تاكل سمك بالهبل بقى. اه بس سمك بورسعيد ما ده طعم رهيب، طعم تاني خالص. اه يعني فعلا طعم، يعني اصحابي اللي هم من بورسعيد علشان يعني يضيفوك، اه لا علشان يكرموني يبعتوا يجيبوا لي سمك من هناك، حاجه جميله. عندهم هناك شويه محلات. انا بصراحه ما رحتش للاسف، بس بسمع محلات كمان هناك. كلت ملوخيه بالجمبري؟ اه صح؟ آه. مشهورة قوي في بورسعيد بالظبط. اه والسمك الوقار بيعملوه شيش طاووق، شيش وقار يعني. انت اصلا يعني اكيل سمك يعني؟ بتحب السمك قوي؟ بحب السمك. اه بحب السمك والجمبري والكابوريا. طبعا الله سي فود يعني. طب انت وانت بتاكلها عشان بتحب طعمها ولا عشان مركز بقى ان هي هيلثي ومفيده قوي لا لا عشان بحب طعمها. عشان بتحب طعمها. انا اقول لك على حاجه، ما بهتمش خالص بالمفيد ولا مفيد، مش مفيد مع الاسف. لا لا انا بحب طعمها. في حاجه انا بعمل يعني للاسف، يعني الحاجه اللي ما اكلتهاش من صغري ما اكلهاش وانا كبير، ما جربهاش ابدا. انت لا يمكن. انت شكلك بتخاف تجرب. بالظبط بالظبط. يعني في مثلا ايه الوز والبط ما باكلهوش، الارانب ما اكلتهاش قبل كده. خاف بقى اجرب الحاجات ديت بس. لما بسافر مثلا لبنان او سوريا او كده بتلاقي في حاجه اسمها كبه نيه. اه كبيبه يعني كبه نيه، اللي هي بتبقى زي لحمه نيه بس معموله بتوابل بحاجات كده معينه. لا. لقيت الناس كلها بتهجم عليها بشكل رهيب. اه حلوه. انا عكسك، انا احب اجرب الحاجات اللي ما بتحبي يعني. حبيتها في لبنان يعني شويه طبعا. ما ينفعش تاكلي منها كتير يعني، هي حاجه غريبه كده لان هي نيه. بس طعمها حلو. ودورة انت ايه، مش هتستخدمي ايدك في الطبيخ ولا ايه؟ لا هستخدم بقي. لا صحيح. ما هو لقيته بيعمل كل حاجه. رحت تونس. اه رحت تونس. ايه الاكله في تونس اللي حبيتها؟ كسكسي. بالظبط. اكيد بالظبط. في عندنا حلوة. حاجات كتير ده مشهور قوي. حريره. الحريره مش تونسيه. لا الحريره مغربيه. انت عارفه بيعملوا كسكسي بالخضار وكده، كانه احنا عندنا بنحط عليه سكر. اه لا ده اي كلام بصراحه يعني، ده مش بصراحه يعني. انا دوت هنا ايه ده، هو مش انا مدمن حلويات.
طيب في حاجه مهمه قوي هتحصل دلوقتي بس دي مفيش اكبر منها شويه. امسكي بقى السمك كده بايديكي. ما انا عايزه احط السمك هنا بس عايزه دي تبقى اكبر. طب مش لان مش هنعرف نحط كل السمك، لسه هنحط بطاطس والطماطم دي، الطماطم والفلفل والحاجات دي، وهنحط زيت. انا قلت له زيت زيتون، احنا تونس بنحب زيت زيتون. ما فيهوش سمنه ابدا صح؟ لا سمنه ابدا خالص. عشان كده بصي ممكن يكون الاكل المصري بيتخن اكتر، دسم اكتر شويه، لان سمنه، موضوع سمنه ده يعني احنا بنستخدم ممكن الزيت العادي عباد شمس او دور او زيت زيتون يعني. فانا يعني بحس ان هو هيلثي اكتر زيت الزيتون، هو فعلا يعني كده معروف. وبعديه بقى زيت عباد الشمس، وبعديه الدكاتره بيقولوا كده. بتحب ايه؟ بس احنا عشان عندنا السمنه البلدي. وانا السمنه البلدي السمنه بابا تجيبها من البلد فعلا بجد؟ الزبده الفلاحي والسمنه البلدي يا، وتطلعي منها المرته. عارفه المرته؟ الله طبعا عارفينها يا جماعه ولا؟ ايوه يعني انا مش غريب ولا حاجه. بس عندكم بقى حاجه ما تعرفيش انت المرته طبعا؟ لا المرته طبعا لا. لا يعني لسه ما وصلتش لمرحله المرته يعني. دي حاجه ما تعرفيهاش ما تعرفيهاش. لا هو الكشري كفايه يعني الكشري، بس انا يعني ما باكلوش دايما. بس انا اول ما شفت بقى وسمعت عن الاختراع ده الكشري، انا عايزه اقول لك وانا في تونس كان الناس مثلا ساعات اهلي يكلموني يقولوا لي يعني ايه الكشري ده، يعني حاجه غريبه بيسمعوا عنه وفعلا غريب. لما شفت الخلطه كميه الحاجات اللي فيه يعني قلت ايه ده ازاي يعني. بس لما جربته لما جربته بقى طعمه حلو فعلا يعني. هو حلو بس برضو ما يعني ضد ال... لا خلاص احنا مش هنتكلم في الرجيم بقى، هنتكلم في الحاجات لا ده احنا لازم الحلوه اللي بنحب ناكلها بقى يعني. هو قولون شويه متعب. طيب كشري حط السمك كده. بصي ما كانش تلاقي لحمه بايدي اهو عشان تبقى ما استوعبش والله. ما استوعبش يعني مش نباتي على خالص يعني. لا يعني كشري مش قرديحي. كشري كده تبقى قرديحي. كلمه قرديحي دي حلوه. لا يعني ما استوعبش قوي يعني. ما تعزمنيش على حاجه كده. العقرب. برج العرب. العرب عامه الابراج المائيه يحبوا الاسماك. ايه العقرب معاكوا عامل ايه؟ كل دول عقارب؟ وانت كل اللي في شعر عقرب؟ ها؟ طيب وده شعر والله مش بيقولوا ان دايما الابراج المائيه يحبوا الاسماك قوي. انا بحب السمك فعلا. بس بيقولوا كمان اللي بيحبوا اللحوم قوي بيبقوا شخصيتهم اجريسيف عصبي كده. والله انت بتحب اللحمه قوي؟ لا بصي بعد ما قلت له الكلام ده مش هيقول حتى لو بيحب اللحمه. لا بحب اللحمه بحب اللحمه، بس بصي مش كل اللحمه لازم تبقى لحمه بتلو. يعني ما تبقاش اللي هي الحاجات الدسمه قوي ما احنا خلاص مع سيستم الحياه لازم يختلف. كنت زمان ببرطع في الاكل. لان فعلا ما حكايه الرجيم والحاجات دي كلها مش حكايه بقى ان الواحد يخس ويتخن كل شويه. خلاص بقى في سيستم. لحمه تبقى لحمه بتلو، السمك يبقى مشوي على قد ما نقدر يعني. طب دورة انت تعملي ايه عشان تحافظي على جسمك؟ ولا حاجه بتاكل صراحه يعني. انا باكل بس الكميه، انا باكل كل حاجه بس يعني كميات. في ناس بتمتنع عن اكل حاجات معينه، انا باكل كل حاجه بحبها بس بكميات مش كبيره. ما هو اصلا انت يعني ممكن تدوقي كل حاجه بس بلاش اللي هو طبق والتاني خلاص يعني. حسيت ان انا شبعت او ابتديت اشبع ستوب. طب والحلويات؟ اصل الحلويات برضو بحبها بس برضو يعني لو كلت مثلا النهارده حلويات كتير بكره مش هاكل حلويات كتير يعني. مش يعني بحاول اعمل كده. طب الحلويات المصريه المميزه مثلا ام علي؟ ام علي طبعا حبيتيها؟ بموت فيها ام علي. لا حلوه قوي طبعا. مهلبيه كمان ورز بلبن وحاجات دي. ام علي نمبر 1. ما عندكوش مهلبيه ورز بلبن؟ لا عندنا حاجه شبهها بس ما عندناش. وام علي ما عندناش زيها خالص يعني كمان. فحلوه. بسبوسه والكنافه برضو بس مش قوي يعني. انا احب ام علي. ام علي وحاجات الالبان. ايوه الالبان. طب وانت هاني بتحب ايه في الحلويات؟ العريسه البطاطس بقى. كله. رايح اكتر لايه؟ للحلويات الغربيه شويه. جاتوهات والحاجات اللي هي الشوكولاتات والكريمات اللي هي الحاجات اللي هي الحاجات الخفيفه دي احلى حاجه ينفع مع الدايت بالظبط. يعني اللي الدكتوره بتكتبها لك بدل الجبنه بالخيار. لا هي مش كاتباها خالص. بضحك عليها اقول لها ما اكلتش انا باكل يعني. طب بتعمل ايه في اليوم الفري؟ لما انت في الايام العاديه بتبوظ بتعمل ايه في اليوم الفري بقى؟
ببوظ برضه. ببوظ خالص بقى، ببوظ على الاخر. انا بالنسبه لي يعني على قد ما بقدر. في جاتو بالشوكولاته كده عايزه، مش هعمله مره بس هنا، بس هديك انا عشان انا عرفت ان هو ما بيتعملش هنا خالص. ده تونسي بقى ده. بصي احنا بنعمله في تونس، انا مش عارفه اصله منين، يمكن يكون فرنساوي اساسا. بيتحط، هو عارفه البسكوت يعني بيتعمل ببسكوت، بتنقعيه في قهوه، في قهوه وتعملي كده طبقه وفوقيها طبقه شوكولاته. طبعا شوكولاته بتعمليها بامري كده، بتدوبيها سيحيها يعني شوكولاته، والطبقه اللي بعديها كريمه ومثلا موز بندق حاجه زي كده، وكده بتفضلي تحطي طبقات فوق يعني تحفة. مش محتاجة لا فرن ولا حاجة. أوه. دي بتتحط في التلاجة، وبعدين بقى بتتقطع. دي يعني أنا بموت فيها من وأنا صغيرة. دي أكتر حاجة أصلا يعني أول حاجة عملتها لما دخلت المطبخ يعني. لازم تدوقها كمان بجد. تعملها لي طالما بتحب. والله هعملها، هعملها لك مخصوص. بجد. طب يا دورة بتعملي ايه دلوقتي؟ بصي بعمل خلاص دورة حطت ايديها، حطيت ايديا خلاص. عملنا بقى المفروض يعني هنا مش عارفه بتحطوا كركم ولا لا، بس دي بتحط فيها كركم. بتحط فيها كركم عشان اللون، اللون دلوقتي احنا حطينا زيت، بعدين هنضيف ميه، هيبقى فيه بعد ما نحطها في الفرن وكده هيبقى فيه زي صوص كده مع هيبقى حلو، ما يبقاش ناشف السمك ناشف والبطاطس والحاجات دي اللي حطيناها، يعني تبقى فيه صوص معاها. فيبقى هنا مش عارفه، انا بحس ان انتوا دايما بتعملوا رز مع الاكل، احنا بناكلها بعيش بس. عيش كمان فرنساوي يعني اللي هو الباجيت يعني. احنا لا احنا على الاكل ده اكيد هناكل عيش بلدي طبعا. يعني انتوا عندكم الفسيخ وال لا والرنجة وكده. الرنجة، الرنجة عندنا، الرنجة الرنجة موجودة. الفسيخ لا، الفسيخ ده اختراع. ده بقى الحاجة اللي طب انا ما اكلتيهوش؟ ما قدرتيش خالص ولا انا بجد؟ لا ماليش فيه. انا بحب الفسيخ قوي بصراحة. طب بتحب الرنجة؟ لا. مالكش خالص بقى في الموالح دي؟ لا لا. بقول لك مش ميال لناحية في شم النسيم. ايه بيض مسلوق؟ لا فطار عادي، فطار عادي جدا. بس في ناس بتحب الفسيخ جدا يعني. انا منهم بشوف. لا ده ناس كتير جدا يعني. ده احتفال، احنا يوم ما يبقى عندنا فسيخ ده احتفال يعني. عندنا عبلة كامل ربنا يديها الصحة، يوم ما تحب تكرم الناس تجيب لهم فسيخ يعني. دي مشكلة بقى يعني. في مشكلة بقى في موضوع الاكل، ان ساعات بتتعزمي على حاجة او الناس يقول لك النهارده فسيخ، مش طب وانا مش بحبه يعني. بس بقى اللي هو مش قادره اقول بس يعني ممكن بقى، ما هو عشان الفسيخ عاده الناس كتير ما بتحبوش برضه. ممكن يعملوا رنجه بقى معاه. دايما يعملوا رنجه. ماليش في الحاجات دي خالص. ما تروحش العزومه دي بقى خالص من بابها. اعتذر. احنا طبعا يعني في ميه الموضوع عشان بعد كده ده كله هنحطه في الفرن. شكله حلو كده لطيف ولا ايه؟ ميه طبعا، ده صوص لازم يبقى فيه ميه. انت ما تعرفش موضوع الميه اللي هو موجوده في يعني في الاكل، في الاكل ولا ايه؟ بنستخدم ميه ساعات. بصي بجد ميه. بصي الاستغراب اللي انا وشه. ايه يا شيف؟ طب ايه الكلام ده؟ بتحط ميه على السمك؟ ميه بس مش كتير قوي يعني. لا مش كتير. ما يتحرقش. بص ده هينشف لان على فكره الاكل ده انت اللي هتاكله يعني في الاخر. فما لسه هتاكله على فكره كده. لا ما تتخطش. ميه على السمك يا جماعه، اول مره اشوف سمك مسلوق يعني. هو سمك في الفرن. هو كده بقى احنا بنعمله. احنا بنعمله يعني مشوي وحاجات العاديه، بس بنعمله كده كمان. هو سمك في الفرن، هو زي اي حاجه ني كده. الطماطم تنزل تعمل الخضار ساعات بينزل ميه اهو. الصوص ده شوفي شايفه الليمون وال ما هو الصوص ده مش هيبقى كده زي ما انت يعني، هينشف شويه. هيبقى لطيف كده فوقيه او جنبيه يعني، فاهم قصدي؟ اقول لك على النصيحه، اعملي الخضار الاول من غير ميه وبعدين شويه في الفرن، بعدين طلعيه حط شويه ميه عشان يكون السمك دخل فيه طعم الخضار. والله ده بالطريقه المصري يعني، ما اعرفش تونسي انت قادره. بصي هي دي الطريقه بقى وهناكل. وخلاص بقى هناكل. هنروح فاصل ونرجع ناكل بس بعد شويه يعني. رجعنا من الفاصل، وقبل ما ناكل وقبل ما ندوق الاكل اللي دورة بتعمله، هو لسه مستويش طبعا. عندكم مشكله مع الشطه؟ انا ما عنديش. هنحط شويه بس. شطه بقى تحبيش الشطه؟
شطه وميه ومهود. هو هي يعني مش مستريح لك يا دره خالص. لا لا لا, لا 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 هو مستريح في الجمال والرشاقه بس في الاكل. هو كان هو كل اللي قاله على التونسيات في الاول هيغيره بعد ما يذوق الاكل. بعد الاكله يعني رأي مختلف. وقلبي عارف اعمله كل حاجه. هنقف على اللي بيعرف يعمله كل حاجه دي. خلاص كده دلوقتي بقى ايه الفرن وكل حاجه تمام. لا والله منظرها لطيف. طب بصي يعني كشكل وكده يعني شكلها لطيف. شكلها لطيف. المشاهدين يعني مش هيدوقوا معانا فيعني احنا هنعمل نوع حلو يعني. لا لا والله يعني باذن الله يعني هيطلع حلو ان شاء الله. لا الشكل 10 على 10 بالظبط. عشان الشكل اهم حاجه بقى. بتعمل رياضه هاني؟ طب احنا عايزين نروح جيم او حاجه كده ولا بتكسل؟ لازم بتعمل كده. ما هو ده بقى علشان الحرق. يقول لك روح الجيم عشان تحرقي. فايه فبتحرق؟ روح احرق كالوريز. حطيت كالوريز كداب قوي صح؟ بصراحه ده في حته جهاز دلوقتي يا جماعه اسمه مش عارف دريم هيلث. ما تسمعي عنه؟ لا لا اسكتي بقى. ايه بقى؟ جبته في البيت وتتفرج عليه صح؟ لا تقفي عليه. اوكي. لا لازم تتغطى طبعا. والميه دي تروح فين لما تتغطى؟ صح يعني ممكن ما نغطيهاش عشان الميه تنشف اكتر. انت مش حاجه دي اول مره يا دوره تطبخيها ولا ايه حكايتك؟ لا والله هم قالوا لي كده. لا 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 والله العظيم. بصي يعني هي احنا بنحط ميه يعني انا اول مره اطبخها انا معترفه بس انا شفتها قبل كده بتتطبخ قدامي. ربنا يستر ان شاء الله. بتتطبخ قدامي كتير يعني وهي فعلا بتبقى في سورس يعني في ميه وكده. هي طبعا دي ده غير يعني دي طريقه يمكن مختلفه شويه. تعالي اقعدي عشان يبقى في. انا عايزه بس ايدي يعني اي حاجه اغسل ايدي. مفيش حنفيه فينا. مفيش. طيب على الجهاز يا ريهام احكي لي على الجهاز. ده بقى بتحطي رجليكي توقفي كده. ده جبته في البيت اصلا؟ حطي رجليكي وهو من نفسه يعمل فايبريشن. انت مش عايز تتحرك خالص؟ بالظبط انت من غير اي مجهود واخده بالك؟ يعمل فايبريشن. ده بيعمل فايبريشن في انهي منطقه؟ في كل الجسم. بجد؟ ما انت واقفه فعلى رجليك الاثنين يا جماعه. أيوة ما شفتوش. أيوة الجهاز ده خالص؟ طب ده ظريف قوي. الواحد مش عايز يعمل مجهود. زي الحزام بيتحط على الوسط عشان كده بسالك. امال ايه برج عقرب ايه؟ لا والله ويحرك جسمك كله بقى. يقول لك بقى ايه يعني في مده 3 دقائق تمشي مثلا مجهود مشي 5 كيلو حاجات كده. مش مصدقه قوي يعني بس ايه بس دلع. بس مش فكره انك بتعمل مجهود انك تخلي العضله تتحرك وكده. انت كده ما بتحركش حاجه. بس صدقيني يعني جاب نتيجه؟ جاب اهو. يا جماعه انتوا في ايه؟ انت مستسهل يعني. انت انت بتخش البيت مش هو ده عشان لابس اسود مراتك في البيت اللي ما بتخليكش تعمل اي حاجه. بالظبط. جبت الجهاز اللي ما بيخليكش تعمل اي حاجه برضه. برافو عليك. طب وانت يا دوره درستي باليه زمان ولا كانت هوايه؟ درستي دراسه؟ لا مش دراسه. انا دارسه علوم سياسيه يعني. بس لا كانت هوايه. كانت هواية ومودرن كمان دانس وحاجات كتير كده يعني. كانت كهواية يعني. طب لو جالك عمل استعراضي تحبي تعمليه؟ طبعا جدا جدا. تحبي الاستعراض؟ بحب الاستعراض. هنروح فاصل ونرجع ناكل. رجعنا من الفاصل واستاذ هاني كنت بتقول حاجة كده ان شوربة السي فود تعرف بتتعمل من ايه ولا؟ بالسي فود بس. ايوه غير كده بقى ايه يعني اللي بيبقى هي السي فود بيبقى عايم في ايه يعني؟ في الشوربه. الشوربه دي الشوربه معموله من ايه؟ من ميه. من ميه اكيد طبعا. يبقى سمك في ميه. سمك في ميه. ايوه سمك في ميه. سمك في ميه ده مثل شعبي مصري. لا يبقى كده صح. يعني انت في الفصل كنت مستني يعني هي عملت شوربه سي فود خالص ولا عملت سمك؟ عملت سمك بس يعني شويه ميه كده عشان السوا. انا بحبه مستوي شويه عشان الصوص. عارفه لو جرالي حاجه هتضحك في الجرايد هقول جر يا جماعه اهو. ربنا يستر. ما تخافيش يا دورة انا هبقى واقفه جنبك. ايوه انت واقفه جنبك. كلهم بقى اشهدوا بقى يعني حطيت ميه بس. طب دورة انا عايز اقول حاجه يعني هم اكيد شطار يعني. انا بقول لك الستات التوانسه شطار في كل حاجه يعني. عارفين هم بيعملوا ايه؟ فاكيد هشوف حاجه هي طالعه الحاجه طالعه. بطاطس استوت اهم حاجه. ما شاء الله اكيد هناكل حاجه كويسه اكيد اكيد ان شاء الله حاجه كويسه. عارفه احلى حاجه انت قلت لي هناك في
ليه بقى؟ هقول لك انا لما كنت بروح تونس بجيب ايه؟ ما تضحكوش يعني، ولا يعني قصدي ما تستغربوش، ممكن تضحكوا مفيش مشاكل. بجيب من هناك فاصل عصافير. ايوه الفاصل عصافير حلو قوي، لان فعلا هناك والله يا جماعه بيع فن غير طبيعي. قفص العصافير هناك فعلا مختلف، في قفص كبيره قوي كمان. هو ده اللي انا جبته. أيوة. بقى جبته والله، شلته على كنت ماشي بيه كده في ودخلته جوه الطياره، وقلت للراجل انت عندك عصافير اصلا؟ لا جبته كده وخلاص احتياطي يعني. لا بس شكله حلو جدا. هو شكله حلو. طب انا هقول لك بقى، انا هقول لك بس احنا عملنا بيه ايه برضه، ما تستغربوش. حطينا بيه قفص عصافير. اولا حطينا فيه، ما انا هقول لك اصل هو اصلا مش بتاع عصافير. يعني هو بتاع عصافير بس لا يعني لما تحط جواه العصافير كديكور مفيش تحتيه حاجه يعني علشان يعني تسحبيها تنظفي وكده، يعني مفتوح برضو. هو مليان شغل يعني، الحديد نفسه والحاجات مشغول بطريقه، بيبقى زي الكوره كده على مش عارف نازل بتكعيبه كده بحاجات بالخشب بالحديد، روعه يعني. عارفه احنا عملناه ازاي بقى؟ حطينا فيه شمع من جوه. الله انت عملته انتيكه بقى. عملنا بقى حكايه تانية خالص، يا ريت تشرفوني هتتفرجوا هتتفرجوا عليه. بس انصح اي حد يروح تونس لازم يجيب قفص العصافير. ايوه فعلا يعني يعني مش مهم نحط. انت غاوي اصلا ديكور وحاجات كده ولا هي جت كده؟ بحب طبعا، بتحب الحاجات دي جدا جدا، عشان كده معجب بالديكور ده. ايوه فعلا ديكور لطيف جدا. محمد مراد ايوه سالنا على اسمه. طب دورة، انت بقالك سنه ونص في مصر، حسيتي باي اختلاف في الطباع المصريين عن التوانسه؟ مش كتير يعني، بس في اختلاف طبعا. يعني انا بحس ان المصريين اهدى شويه، يعني ايقاعهم عصبيين يعني، ولا ايقاعهم اهدى من التوانسه شويه. لا بحس طبعا المصريين يعني لا مش مش ما فيش عصبيه قوي، طيبين يعني، الشعب المصري طيب بشكل عام يعني، مش وكده يعني لطيف. تتعودي يعني، ممكن حد ما تعرفيش كويس فرندلي قوي، فرندلي بالظبط، فرندلي وكده، فلطاف يعني في الموضوع ده. طبعا بجد بجد ما فيش فرق كبير يعني، ما فيش فرق كبير في الطباع، عشان كده يعرفوا يعيشوا مع بعض يعني، التوانسه يعرفوا يعيشوا هنا والمصريين هناك، ويعني في كده بيننا مش عارفه، بحس ان في قرابه بيننا، في حاجه كومن. لا هم شعب ذواق للفن بشكل كبير جدا يعني. ما شاء الله. طب والله شكله حلو ما شاء الله. بس هي دي مش الطريقه اللي هو يتحط بيها. انت فين الصوص؟ وديت الصوص فين؟ لا هو شاله عشان هاني ما يقلقش. شاله عشان هاني، هو المفروض يتحط عليه صوص. لا بس شكله حلو بس فعلا. بس دوق يا هاني لو سمحت، دوق يا هاني، ما تحاولش. لا انا بصي، اهم حاجه بقى طعم السمك نفسه. اكيد خلاص حلو والله. انت هتقعد تاكل في البطن الحاجات دي؟ لا لا لا، السمك دي الحاجات اللي هي بقى طعمه حلو. اهم حاجه دي الحاجات اللي هي ايه، طعمها يفضل كده بس لذيذ. ما انا حطيت شطه شويه طعمها. بس هو بصي الهريسه بقى بتفرق في حاجه مهمه قوي 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 بقى في تونس، الهريسه التونسيه. يعني انت بتحطوها في كل الاكل؟ والله تقريبا ممكن في كل الاكل، في ناس تحبها في كل الاكل، في ناس لا، في ناس بتاكلها اصلا الصبح يعني. كنت عايزه اسالك عن الفطار، انتوا ايه الفطار المميز في تونس؟ والله طعمه حلو بجد، حلو حلو قوي قوي حلو. لا السمك اخباره ايه يعني بقى؟ لا بصي انا لسه ما دخلتش في السمك. لا ادخل في السمك ده ال ال يخرب بيت كده. الشطه ايه ده، انت حطيت شطه؟ الشطه انا حطيت شويه والله مش كتير يعني، مش عارفه مين اللي زود. طب ناكل سلطه اي حاجه؟ لا ميه. لا والله. طب ممكن ميه يا جماعه؟ انت مالكش في الشطه خالص؟ تاكل شطه خالص؟ لا الشطه دي جميله، ممكن تاكلها الصبح على الفطار. ايوه حلوه فعلا. انت وانت بياكل شطه الصبح؟ ممكن صح؟ صح والله، مش كلهم بس في ناس ممكن تاكلها الصبح. وممكن تفطر فطار عادي
وبعد كده بقى مثلا ساندويتش كده فيه شطه يعني. بس انت مش اكيله على الفطار؟ اصل احنا ساعات يعني في ناس بتجيب فطير وعسل. لا 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 احنا مش اكيله قوي على الفطار يعني، بيبقى خفيف شويه. احنا بص في العادات بقى اللي هي التونسيه الاصليه في الفطار. كلي. وفي انا كلت. انا باكل. انا كلت اللي معاه حلو باكل اهو. كلي. انا باكل. انا اختي بحب الشطه، ما عنديش مشكله. علمك الشطه دي مفيده جدا وبتقوي عضله القلب. نعم. انت دلوقتي المعلومه بجد. طب هندوق السمك. لا يعني ده اكل صحي يعني، ما تقلقش. اكيد صحي فعلا. مش عارفه فكنا بنقول ايه. الفطار. كنا بنقول ان الفطار ايوه في بقى الفطار الاصلي التونسي، وفي فطار اللي هو فرنساوي شويه اللي هو كرواسون وكده. بناكل ده كتير يعني. كمان في دوده وتوست بقى وحاجات عادي يعني. ايوه عادي، بس احنا بناكل حلو اكتر من دونتس حاجات كده. ممكن مثلا عسل مربى حاجات كده. حلو. والله حقيقه السمك. طب والله السمك اهم حاجه. سمك حلو. لا صوري اللي كنت متخيل اني هاكل اللي حوالين داير. لا اللي حوالين مش حلو. لا السمك حلو فعلا. كلي اهم حاجه. مد ايدك. انا باكل. مش هسيبه غير انت بقى بتعمل اللي حوالين السمك ده كله عشان تدي طعم للسمك نفسه. لا بس هي طبعا طريقه جديده حكايه سمك بالميه، بس يعني ايه. مفيش ميه ولا ايه؟ ولا حطيتوا الميه في السمك وخلاص؟ ميه ميه للسمك بس. ممكن ميه يا جماعه؟ طب هاني انت اكيل على الفطار ولا هتحرم تاكل اصلا خلاص؟ اكيل على الفطار؟ بتاكل فطير وعسل وحاجات كده ولا؟ اسكتي على الفطير والعسل. ايه؟ نتكلم في المفيد بقى. لا الفطير، الفطير مشتت. ها ده حكايه. الفطير مشتت ده حلو قوي فعلا. تعرفوه انتوا في تونس؟ لا بقى ما اعرفش. لا انا عرفته في مصر، وانا اول ما جيت خليت حد يجيب لي الفطير مشتت. جديده دي. مشتت فطير مشتت. هو فطير مشتت. المشلتت ده. مشلتت عندنا مشلتت. بس فده بقى انا كنت بقول لك كل حاجه اكل منها شويه، بس الفطير ما اعرفش اتوقف. لا ما اقدرش اقاوم يعني، اكل لغايه ما يخلص يعني. الحاله حرجه ولا يعني. شكرا. شكلك يعني حكايه مع الفطير المشلتت. لا بحبه. بلع كده. بحبه بصراحه. بس ده مصيبته مصيبه بقى. السمن هو كله سمنه. سمنه وحاطين عليها فطير. عارفه اللي هي يوم التبويض بقى بتجيب فطير مشلتت ولا كده بتبوظ للامل؟ يوم التبويض. ايه اللفظ ده؟ يوم التبويض. اظن جديده صح؟ يوم التبويض يعني. يوم احنا نعرف يوم الحد السبت. يوم التبويض ده جديده. ده مصطلحات يعني من عندي على مصطلحات دكاتره الدايت برضه. يوم التبويض. يوم الفري يعني. الفري لا يوم الفري ده من ايام الاسبوع معروف. التبويض ده جديد. لا بس بلدي انا. اقول لك على حاجه، انا في الساحل الشمالي واحنا بنطلع في الصيف الساحل الشمالي. انت بتبوظ. تعدي بقى. ده كان يوم تبويض ولا تعدي على ده كله تبويض. ده كان شهر تبويض. ده شهر في تبويض. بص والله لفظ حلو تبويض. يقول لك الواد باظ دلوقتي، اليوم باظ. ال في الساحل الشمالي واحنا رايحين واحد عمر على مش عارف وقرية الاسد. رحتي قرية الاسد قبل كده؟ وتاخدي من عندهم الفطير المشلتت. حكايه حكايه. والجبنه والعسل خديهم معاكي افطري بيهم كل يوم هناك. هو الشهر ده اللي نقعد بعديه السنه كلها نعمل رجيم. والله هو شهر يبوظ الدنيا كلها. شهر التبويض. شهر التبويض. شهر التبويض. طب والفول والطعميه والحاجات دي ليك فيه ولا مش قوي؟ طبعا طبعا. بس برضه ده بياكل هبل. لا بس ده جميل. بس مش بحبهم قوي يعني، قليل كده. لا ما تقوليش كده. بس انا استغربت حاجه يعني. لا انا حباهم يعني. لا دول بقى اكلهم لك انا بجد. لا انا اللي عامل طبق الفول بنفسي. عيشي بقى. اكتر حاجه استغربتها في مصر في رمضان السحور كل يوم فول. انا افتكرت اول يومين اللي هو كده يعني، اول يومين وبعدين هيبقى في تنويع في الموضوع يعني، في حاجات تانية مثلا. لقيت ان الموضوع لا كل يوم فول يعني فعلا، وطعميه وكده. صعب شويه الموضوع. طب انت هيني في طبق معين من الفول كده بتحب تعمله؟ ايه بقى؟ فول بالبيض
وبالسمنه. طب ده اللي مش غريب يعني؟ لا ده عادي بالنسبه لك. بجد؟ لا ده عادي. لا ده عادي. ده حكايه. ده حكايه بالسمنه بالظبط. وممكن بقى يعني الفول اللي بالطماطم. اه بالطماطم حلو ده يعني. لو ما لقيتيش البيض حطي طماطم. لو ما لقيتيش البيض ممكن يعني. خليه كده احتياط يعني. طب دوره انت في اول الحلقه قلتي انك بقيتي تعرفي امثله شعبيه مصريه. قولي لنا مثلا كده اتعلمتي. لا كتير. علق معاكي يعني. ايه اللي معلق معاكي قوي؟ انهي لا بصي هي مش أمثلة شعبية على قد ما هي يعني تعبيرات يعني. يعني مثلا وانا يعني مش عارفة دلوقتي يعني انت كده مش حاضر فاجئتيني. مش حاضر قوي يعني في السياق يعني. لازم حاجة تيجي في السياق كده. بس انا ببسط من نفسي لما بقولها تلقائيا. طب ممكن تقولي حاجة لها علاقة بالأكل؟ ساعدني في الموضوع ده. ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. دي عارفاها. ضرب الحبيب زي أكل الزبيب عادي. دلوقتي عارفاها. ما كنتش عارفه يعني. لا انا بحب اللي هي بتاعه القط يشق خناقه. وبحب لبس البوصه تبقى عروسه. وبحب في كلمه كده مش مثل اللي هو سايق الهبل على الشيطانه. ده يعني مصطلح حلو قوي 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 يعني. اعجبت بيه فعلا. ده اكتر حاجه احنا عايشين فيها. ايوه عشان كده يعني طول الوقت دي لا سايق الهبل على الشيطانه. كل الناس سايق الهبل على الشيطانه دلوقتي بالظبط. فده حلو. طب انت يعني في مثلا مقتنع بيه قوي او بتشابك معاك زي ما انا قلت لك ضرب الحبيب زي اكل زي هو ده؟ ده انا مؤمن بيه يعني. يعني مجربه يعني. ده المثل يعني او ده مثل الاعلى. في بقى مثل هو يعني عادي كده بس المعنى بتاعه حلو قوي اللي هو يعني يقول لك تعرف حد اعرفه عشرته ما عشرتوش يبقى ما تعرفوش. ده فعلا في يعني معناه حلو منطقي جدا. منطقي. وبعدين بحب اللي هو تركيبته غريبه اللي هو سؤال وجواب. لما تقولي مثلا تونسي بقى. لا في كتير مثلا يعني ايه عيطة وشهود على ذبيحة قنفود. ترجمة بقى. عايزين ترجمة. عيطة وشهود يعني زيطة وشهود يعني وناس وكده. ولمة. على ذبيحة أنفود. عارفة الأنفود؟ أنفود؟ أنفود. أنفود بالظبط. احنا بنقول أنفود يعني. أنفود يعني ذبيحة أنفود. مش حاجة بسيطة. مش سهلة بس تلاقي الجنازة حرة والميت كلب عندنا احنا. أيوة صح كده. هو ده. نورتي بقى تاني. نورتي يا دور. انبسطتي جدا. نورتي هاني. والاكل حلو قوي والله. برافو يعني اللي عمل الاكل. ما هي احلى حاجه النهارده في الحلقه الاكل. لا بجد السمك حلو. لا السمك حلو. طيب احنا هنخلص الحلقه بس انت هتكمل اكلك يعني. اكيد. لما فارق معاكي يعني لازم تاكلي. اشوفكم الحلقه الجايه من ريام عنور.